مرحبا بكم. كلما مر الزمان تزداد نسبة الخطر، فعادة ما نسمع آباؤنا يتذمرون من الحاضر متمنين العودة للماضي لأنه أكثر أمانا في اعتقادهم. فللأسف الشديد عمليات السرقة والنهب زادت في مجتمعاتنا، لذا يجب علينا اتخاذ الحيطة والحذر على أشيائنا الثمينة. لهذا سنقدم لكم اليوم الرموز التي يستخدمها اللصوص في تحديد المنازل التي يتم سرقتها مستقبلا، فانتبه جيدا واكمل فيديو لنهايته. ثلاثة عشر، احذر من الكلاب. تقوم أغلب الأشخاص بتربية الكلاب في منازلهم من أجل حمايتهم ضد أي خطر، وبالرغم من أن هذا إلا أن هؤلاء المجرمين لا يوقفهم ويستخدمون علامات ورموز تساعدهم في اتخاذ الحيطة والحذر عند دخول المنازل. الثاني عشر، احذر، الشرطة تمر باستمرار. تلك العلامة عبارة عن دائرة، وهي في الحقيقة تحذير لهؤلاء المجرمين، يشير إلى أن الشرطة متواجدة باستمرار في هذا المكان وتحرس المنزل، لذلك يستخدمها اللصوص لتكون أكثر حذرا. الحادي عشر، في عطلة. أيضا يستغل اللصوص في هذه الأوقات عند خروج العائلة لقضاء عطلتها الأسبوعية خارج المنزل، فيستخدمون علامة X لتسهيل جريمتهم. عاشرا، تسكنه الفتيات فقط. يوجد العديد من الفتيات التي تسكن بمفردها في المنزل وأصبح شيئا منتشرا، لهذا يستخدم اللصوص رمز السلالم للإشارة أن هذا المنزل تسكنه الفتيات، فمن السهل سرقته لعدم وجود رجل يدافع عن تلك الفتيات ضد أي هجوم. تاسعا، تسكنه فتاة واحدة. بالرغم من أن بساطة هذا الرمز فهو عبارة عن مركب صغير، إلا أنه يشير إلى أن هذا المنزل تسكنه فتاة واحدة. ثامنا، تمت سرقته. ليس فقط يقومون برسم رموز للتحذير أو تحديد موقف كل منزل، ولكن وصل الأمر إلى أن عند سرقة المنزل يرسمون رمزا يدل على هذا المنزل تمت سرقته في الوقت السابق، فلا داعي لسرقته ثانية. سابعا، يسكنه شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. عادة ما تقوم اللصوص برسم رمز حرفي C متداخلتين على جدران المنازل التي تسكنها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لهذا إذا شاهدت هذه العلامة على إحدى منازل جيرانك فلا تتردد في مساعدته ووضعه تحت مراقبتك باستمرار. سادسا، لديهم نقود كثيرة. واحد من أكثر المنازل التي تتشاجر عليها اللصوص لسرقتها، فعندما يتم رصد الأشخاص الذين يملكون نقودا كثيرة يقوم اللص برسم هذا الرمز على منازلهم، والذي يبدو كأنه رقم 2 باللغة الرومانية. خامسا، لديهم شركات. واحد من أغرب الرموز وأيضا من أكثر الرموز بحثا، لأن أصحابها تكون لديها شركات كبيرة ويكونون أشخاص ناجحين، فبالطبع تكون بداخلها أشياء ثمينة لسرقتها. رابعا، يتم سرقته في الصباح. يبدو هذا الرمز إحدى الرموز التي كنا نرسمها في حصص مادة الهندسة، ولكن هذا يعني أنه من السهل سرقة هذا المنزل في الصباح. ثالثا، يتم سرقته في المساء. وكما أشرنا في الرمز السابق على إمكانية السرقة في الصباح، ففي هذا الرمز يشير إلى أن الوقت المناسب لسرقة المنزل تكون في المساء. ثانيا، يتم سرقته يوم الأحد. يشير هذا الرمز إلى إمكانية سرقة تلك المنازل فقط في هذا اليوم، وهو عبارة عن حرف D وأسفله خط مستقيم، مما يعني أن تلك المنازل تكون خالية يوم الأحد، فمن السهل سرقتها. واحد، يسكنه أناس من كبار السن. تستغل اللصوص الأشخاص الضعفاء في سرقتهم لأنهم هدف سهل بالنسبة لهم، فيقومون برسم هذا الرمز عبارة عن ثلاثة خطوط موضوعة بهذا الشكل، فهي إشارة تدل على أن هذا المنزل يسكنه أشخاص من كبار السن. في النهاية، إذا شاهدت إحدى هذه الرموز على الجدران منزلك أو منزل جارك، قم بأخذ احتياطاتك الأمنية ولا تنسى أن تبلغ الشرطة. إن عجبك هذا الفيديو قم بضغطه على زر اللايك وقم بالاشتراك في القناة، فهذا يدعمنا كثيراً.